عطاتها شي وصفه ديال زياده الوزن اولا شي وصفه اللي كتغلط. الغونجي نجاوبوا اليوم على هاد الميساجات هادو. شوفوا السي سيد جاي اليوم داخل طلعت واتصل الله قال لي راه انا بطل الطوموبيل جايب الماكله ديال روكسي وهبط جاب معاه هادي. انا كانت عندي وحده بحالها ما عرفتش واش 100% بحالها. المهم انا الماركه اللي كانت عندي ماشي كنز، كانت عندي شي ماركه اخرى ما عرفتش شنو سميت الاخرى. هادي اللي كانت عندنا هذيك الصراحه كنت واخداها من بيم ياك من بيم، وهذه دابا خداها من جوميا ماركه ديال الكنز. المهم انا نحلها ونوريكم. المهم اختي انا غنصور لك بيد ويد غنحل بها عندي من ديال ها داك الشيء اللي قال لي واش تي اجي شد لي هادي شد لي كرتونه نتوما ديوش على ديك الروينه اللي كتبان لكم هذا الشيء. هادي واقيلا صغار من اللي كانت عندنا ياك ياك لا غير حيد الميكا واقيلا بانت لينا صغار والله انا بانت لي صغيرة في الاول دابا ما ملي نحلوها ما عرفت فيها صبح بصح صغر ملي كانت عندنا تبارك الله راه كنا كنحطو فيها هادي الطاكوسات حتى هادي كبيرة الصراحة. هانتوما شوفو غي بلاتي غير لقاو ليها الحل ديال انها تحل ضروري لقاو ليها الحل غي بلاتي. زر هادا ربينا اللعمة ما حدو ما فيهش بوطون يعني كيتشرف مزيانة اي حاجه وحده ما كتقفلش واقيلا الا سديتيها سد ما عندهاش بحال الاخر الاخر فيها بزاف ديال الامتيازات لا حتى ما كتقفلش هكا تحط ما فيهاش حاجه اخرى شنو هي هي اللي عندي تخدم الحراره لا صافي هاي كاين لا ماشي الحراره انا تنحط الحاجه خصها تبقى بحال هكا صافي فيها ولكن الحراره لا ما فيهاش درجه الحراره الاخرى كانت فيها درجة الحرارة كنا كنتحكمو فيها. اه هي كاينة ناري كاينة ظلمتها مسكينة غادي ما فيهاش القفل الاخرى كنا كنسدوها. المهم زوينة الله يعطيك الصحة شكرا. هي الاخرى راه كانت في داك الكحل اللي كيلصق هادي لا دي دايره بحال فيها الجرانيت زوينة الله يعطيك الصحة شكرا تكلم تكلم السلام عليكم كيف دايرين لاباس عليكم كلشي بخير كنتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هادي. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. اليوم قررت انه يكون الفيديو هكا جلسة ونهضروا فيها ونوضح لكم بزاف ديال الامور ونجاوب على البنات كيجيوني بزاف ديال الميساجات ما تخيلوش شحال الميساجات لا في تيك توك لا في الانستغرام لا في اليوتيوب. عافاك رشا شي وصفه ديال زياده الوزن اولا شي وصفه اللي كتغلط. غنجاوبوا اليوم على هاد الميساجات هادو وغنجاوبوا على بزاف ديال التساؤلات بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل مع النحافه وبالنسبه للناس اللي عندهم مشكل مع زياده الوزن شنو الاسباب وشنو هما الحوايج اللي خلاوني انا نغلط وكيفاش وعلاش وبزاف ديال الامور. ديجا هضرت معكم في هذا الموضوع هذا وما لا فيديو شحال هذه الصراحه ما فصلتش يعني ما عطيتش التفاصيل كاملين ودابا اليوم غادي نهضر معكم بالتفصيل الممل. الوغ انا من الناس اللي انا كتشوف فيا كنصايب وجهي عندي رونديفو مع الدونتيست اليوم. كيف ما قلت لكم انا من الناس اللي عانوا من النحافه المفرطه حياتي كامله تقريبا. ملي كنت بيبي كنت غليظه كنت في لي فوتو كنت غليظه بزاف لواحد الدرجه اللي الا شفتو عاوتاني تقولوا السمنه المفرطه. انا من الناس اللي عانيت في حياتي انني كنشري الحوايج اولا كنلبس الحوايج منين كنت كنقرا في المدرسه اولا في الكوليج اولا في الليسي كنت كنقرا وكنلبس الحوايج كنضطر انني نلبس حاجات اخرين لتحت باش يلاه نبان بحال الناس.
من الناس اللي ملي كنلبس الحاجه دايره بحال عود الشطابه، من الناس اللي كنكون معروضه ولابسه شي تكشيطه ولا شي قفطان ما كيبانش عليا، كنبان انا بحال شي عود وسط خنشه. من الناس اللي تعايرت بالمسمومه، من الناس اللي عايروني ما عمرك غتغلاضي ما عمرك تفريه، عايروني بعود الند، عايروني بفيلس، عايروني بمسمار مسمار ستة، عايروني بزاف ديال الحاجات. من الناس اللي تعايرت بالنحافه بزاف. وفي هذاك الوقت انا شنو نقول لكم، انا كنت كنتريني وما كانش عندي زعما شي، ما كانش عندي شي حب انني نغلاض ولا ما كنتش مطلقه كاع نهائيا. دوك الناس اللي عايشه حياتي وكنلبس اللي بغيت اياه، ولكن كيف ما قلت لكم ملي كنجي السروال اصغر قياس ديال السروال قدي كيخصني نلبس سروال اخر ديال الصفوف وسط منه باش يلا داك السروال يجي وادك يلا يجي قدي. بزاف د الحاجات الصراحه، تخيلوا كنبقى نلبس وفي الاخر انا داير بحال العود، خلاها بحال الوصله ما تعرفيها غدا ولا جايه. المهم انا من الناس اللي عانيت بزاف من الهضره ديال الناس، من بزاف د الحوايج، ما كتاكليش ما كيبانش عليك الدقيق، كتاكلي وما كيبانش عليك، بزاف ديال الامور الصراحه. الوغ وصلت واحد العمر الهضره ديال الناس بدات كتاثر، حيت حنا ملي كنكونوا كنسمعوا مثلا بنادم تيهضر كتوصل ضروري راه كيبقاو ينمشيو ديك الجرحه كيبقاو ينمشيو فيها حتى كتسيل بالدم او لا حتى صافي بلغ السيل الزوبه كيف ما كنقولوا. وصلت واحد الوقت اللي بدات كتاثر فيا ديك الهضره ديال الناس، وكنبقى نشوف في المرايه وتنقول بصح، شو انا لابسه جلابه ما جاتش معايا، شو انا لابسه قفطان ولا تكشيطه ما جاتش معايا، شو انا لابسه هادي ما جاتش معايا. المهم بدات كتاثر فيا ديك الهضره، وليت كنقول خصني ندير شي حاجه باش نتزاد في الوزن، خصني شي حاجه اللي تفتح لي الشهيه، خصوصا انني في ذاك الوقت انا ما من داك النوع اللي نقدر نبقى النهار كله بجوع لحد الان هكاك. وغنفسر لكم علاش دابا غلاضيت، واخا كنقدر دابا راه كنبقى النهار كله بجوع وغلاضيت وبغى نقص وما قدرش نقص، انا غنوصل لكم لهذا الموضوع هذا. الوغ فداك الوقت قلت لكم بديت كنفكر خصني شي حاجه فاتح الشهيه، نتوما عارفين فاتح الشهيه من الفرماسيان، مكمل غذائي، فين ما عندك شي فرانك تجمعيه، فين ما عندك شي دريهم ولا شي جدريال تجمعيها باش تاخدي شي حاجه اللي كتفتح الشهيه. حيت فريمون وليت واحد الوقت جاني فقر الدم حاد، وليت غادي سخفانه، يعني ما كنقدرش نتمشى بزاف، ما كنقدرش نجري، ما كنقدرش صافي، وليت كنحس براسي سخفانه، وانا السبب هنايا ما كيرجعش انني ما كناكلش قد ما انه كيرجع النقص ديال الفيتامينات في الجسم، استغفر الله، اللي هو فيتامين دي وبزاف الفيتامينات اخرين، وهذا الشيء ما كيرجعش للنحافه، كيرجع لبزاف العوامل الاخرين غادي نشرحهم لكم. الوغ فداك الوقت كيف ما قلت لكم شويه تبيع جافيل ولا ما نعرفش، فداك الوقت كيف ما قلت لكم بديت كنفكر صافي، وليت شي فاتح الشهيه شي حاجه، بقيت صافي بحال هكاك بحال هكاك، والو ما قراتش فيا الامور والو، حتى النهار اللي اكتشفت واخا خويا ما كاينوش صابون خاسره اي، واخا خويا الله يسهل عليك الله يكثر رزقك، واخا مشيتي نهضر دابا. قلت لكم صافي بقيت بحال هكاك والو، ما حتى حاجه ما كتقر، علاش؟ لان داك النقص ديال الوزن اولا داك النحافه المفرطه ماشي السبب ديالها انني ما كناكلش مزيان، وفي نفس الوقت النحافه ماشي هي السبب في انني كنسخف ومريضه وديما مسهوته، ديما الناس كتشوفهم عندهم الحيويه والنشاط وانا والو الطاقه، وليت بحال كنعس كناكل عصا وكنفيق كناكل عصا صافي، بحال انا ملي كنمشي نعس ماشي كنمشي نرتاح، كنمشي كنتهلك عصا الجسم ديالي، كنفيق كله مدقدق، كنفيق الجسم ديالي كله مدقدق ومطحطح، وكنفيق ما فيه ما يتلبق، كنبقى نزاد ليا كطيح هادي كنهز هادي كطيح هادي صافي، كنكون عيانه ما عنديش طاقه نهائيا، ما كايناش لينيرجي. النهار اللي مشيت دوزت عند الطبيب واكتشفت السبب الحقيقي اللي كان مر ديك النحافه ومر صوتي مشي هذا بعد شويه، قلت لكم النهار اللي اكتشفت انني خصني نمشي للطبيب
ومشيت الصراحه صافي تما بقى فيا ما يتلبق صافي. وليت ماشي غير كنسخف، وليت ما قدرش نتحرك نهائيا. مشيت للطبيب واكتشفت السبب الحقيقي ديال انه راه ماشي حيت ما كناكلش مزيان، انا عندي النحافه، وماشي حيت عندي النحافه المفرطه، راه صافي زعما صافي راه داكشي هذاك هو السبب علاش انني ما كنقدرش نتحرك. بالعكس راه كاينين الناس لقيقين وكيديروا لي زاكتيفيتي ديالهم وكيجريو الرياضيه، راه ما عمرك تلقى شي واحد غليظ. منين دوزت لقيت عندي نقص في الفيتامين دي، هذه اول حاجه. بعدا لقيت عندي نقص في الفيتامين دي، لقيت عندي نقص بزاف ديال الفيتامينات في الجسم ديالي. خرج ليا الطبيب الفيتامينات وليت كناخذهم، وليت كنحس براسي نشيطه والله العظيم. عرفتوا النقص في الفيتامين دي شنو راه؟ شي حاجه مهمه في الجسم. وليت كنحس براسي نشيطه، وليت كنحس براسي في ديك الطاقه والحيويه اللي قلت لكم في الاول كنت كنفتقد ليها. صافي موراها بواحد المده وليت كيف ما كنقولوا اللي كليتها كنحس براسي كنتنفع بها، واللي كليتها كنحس براسي يعني وليت بعدا على الاقل نورمال. وتعالجت من فقر الدم الحاد، وكان عندي المشكل ديال ليباتيت ا ما وصلوش الحمد لله للمرحله زعما الاخيره، عالجتهم في الاول ديالهم. الو هادو هما اللي كانوا الاسباب في النحافه المفرطه اللي كانت عندي، واللي كانوا الاسباب في انني ديما سخفانه وديما مسهوته وديما ما قادتش نتحرك، ما قادتش نتمشى. صافي ما كتحس براسك عاله وحق الله العظيم. المهم صافي منين تعالجت عاد وليت الحمد لله مزيانه. ارى لك منين تزوجت، منين بدلت المدينة، بدلت الدار يعني تزوجت، جيت عند راجلي هنايا للرباط، وليت هنا في التغيير ديال المناخ ولا التغيير ديال البلاصة اللي انت عايش فيها. عاوتاني كنطيحو في واحد الدوامة ديال انها راه غيرتي البلاصة، الوغ غتكون الهرمونات حتى هي كتغير، غتكون بزاف ديال الامور كتغير. يعني كنتي عايش في واحد الوسط ومشيتي لوسط واحد اخر، ولو يكون داك الوسط اللي وليتي عايش فيه احسن من الوسط الاولاني او لا اخيب منه، راه ماشي هادشي اللي كيأثر. اللي كيأثر ان النفسيه ديالك واش كتكون مرتاحه ولا لا، واللي كيأثر في حد ذاته انك بدلتي البلاصه غتأثر عليك في حد ذاتها. هاد القضيه هذه الفكره ديال بدلتي البلاصه غتأثر عليك. منين جيت ولو عندي تخربقوا لي الهرمونات بزاف، وليت متبعه مع الجينيكولوج على قبل باش نحمل. راكم عارفين رانا 6 سنين تقريبا وانا كنتعالج وبزاف ديال الامور، هذا موضوع واحد اخر ما ندخلوش في دوامه اخرى. وليت كنتعالج داك العلاجات من ناحيه كيعالجوا حاجه، ومن ناحيه اخرى كتضري حاجه واحده اخرى. الوغ كان عندي المشكل ديال تخربقوا ديال الهرمونات، وليت عاوتاني في واحد الدوامه ديال خاصني نقاد الهرمونات، خاصني ناخذ دواء ديال الهرمونات باش يتقادوا الهرمونات. هذاك الدواء ديال الهرمونات في حد ذاته هو اللي عطاني واحد السمنه مفرطه عاوتاني اكثر من القياس اللي خاصني انا نغلط. والدواء ديال واحد الوقت انني من قوه الدويان، راه 6 سنين ديال العلاجات ماشي سهله، قوه الدويان وقوه انني كل مره غادي جاي للطبيب وليت مكتئبه من داكشي، ولا عندي واحد الاكتئاب من ولات عندي فوبيا من الاطباء، ولا عندي اكتئاب من انني نتم غادي جايه للطبيب. صافي اش غنقولوا، الصفر طلع عليك الماء مليت. وليت كان الدواء كان كيجيبوا لي عادي، ولا كيجيب الدواء باش نشربوه كندير فيه بحال هكا كنقولوا صافي واخا غنشربو كيلقاه كيف ما هو، ولا كنهزو اللوحو الله يسمح ليا ما نكذبش عليكم. صافي ولا جاني واحد بحال اكتئاب، الوغ وليت كنشرب الدواء باش نقاد الهرمونات، وليت صون عليا عادي. داكشي علاش تقطعت لكم لابيل، قلت لكم وليت عاوتاني في بحال شكل اكتئاب، وليت كنشرب الدواء ديال الاكتئاب، وليت وماشي شي اكتئاب حاد، ولكن في حد ذاته راه الدواء ديالو كيغلط وكيزيد في الوزن وكيفتح الشايل لواحد الدرجه اللي شفتيها قدامك كتبغي تسرطيها، اللي شفتيها قدامك تاكليها. كنوض بالليل كنمشي للثلاجه بحال شي طوبه كنبدا نقشيش في الثلاجه شنو غناكل. هنا بدات المشكله ديالي مع السمنه. واحد الوقت صافي وليت مزيانه في النفسيه ديالي، كانوا شي حوايج اللي مأثرين عليا حتى هما من الجانب النفسي. صافي وليت مزيانه في النفسيه ديالي، هنا
بدات كتقاد الامور صافي استرجعت اللياقه ديالي وليت بخير. مور الولاده عاوتاني رجعت لنفس نفس نفس الموال ديال انه اكتئاب ما بعد الولاده. بزاف ديال الامور عاوتاني ملي حملت جوج ديال المرات من مور الولاده ديالتي اللي مور ما تزادتش لي حملت جوج ديال المرات وقع لي فسكوش فهداك الشيء عاوتاني الدواء ديال الهرمونات عاوتاني رجعت للسمنه المفرطه هي اللي فيها انا دابا اللي ما قدرتش ما لقيتش الحل صافي. الرياضه ما يمكنش لي ندير الرياضه حيت عندي مشكل ديال الفقرات التسلسل يعني منع ليا الطبيب ديال العظم الرياضه في مره. بزاف ديال الامور منع ليا المجهود الوغ كيفاش انا غادي نحيد هاد السمنه هادي انا فيها حاليا ما لقيت حتى شي حل لدرجه انني واخا ما كناكلش الماكله كناكل دابا وجبه وحده في النهار كنقيل النهار كله تخيلوا معايا كنقيل النهار كله ما كناكلش حتى كناكل مع عادي في العشيه ملي كيجي وهكاك اوبس وهكاك والو ما نقدرش نضعف ما خليت ما درت. دابا عاوتاني وليت كنعالج جوج ديال الحاجات وليت عاوتاني كنعالج السمنه المفرطه وليت عاوتاني كنتعالج بالنسبه للحماله يعني جوج ديال الحاجات في مره واحده. الوغ هذه هي الدوامه اللي كنت فيها والناس كيشوفوني كيحسب لهم انا راه فرحانه انني تزاديت في الوزن راه شعافك شي وصفه ديال زياده الوزن راه شعافك شي وصفه باش نزادو في الوزن. والله العظيم ما عجبني الحال البنات انا من النوع اللي مولفه كنلبس اللي بغيت كنلبس مرتاحه كنحلق الزناره كيعجبني داك النشاط وندير انشطه بزاف والرياضه اللي تمنعت من هذا بزاف ديال الامور منعتهم عليا هاد السمنه هادي وبزاف ديال الحوايج تخيلوا باقي عندي حوايج جداد اللي كنت شاريهم فاش كنت ضعيفه وما ما لبستهمش باقيين عندي لحد الان وكاينين شي وحدين اللي عطيتهم غير باش ما نبقاش نشوفهم ونبقى نقول انا شريت هادو ملي كنت ضعيفه وما قدرتش نلبسهم. المهم غنرجع ثاني نكتئب الوغ اضطريت انني نحيدهم. ايوا هادشي اللي كاين هذه هي قصتي مع النحافه المفرطه ومع السمنه المفرطه بجوج اولا زياده الوزن. هذه هي القصه ديالي وهذا هو الموضوع اللي نتوما بزاف كتسولوني عليه وكتقولوا لي شنو درتي باش تزاديتي في الوزن. هذه هي القصه يعني ماشي في الاول كنت باغا ولكن من بعد كيف ما كنقولوا وليت انا طالبه السلاب العنب وليت طالبه غير التعادل ما بقيت باغا لا زياده في الوزن لا والو خليني انا لا نعود الشطابه انا مسمرسته انا العويدات كانكا انا عود ند انا كلشي غير نكون بصحتي ونكون بخير ونكون لبس داكشي اللي بغيت ونرتاح في نفسيتي ونتمشى وانا مرتاحه ماشي وانا كندير وانا طالعه في الدروج ولا وانا كنجي نبقى نلهت فهمتوني. والسمنه حتى هي ساهمت في المشكل اللي عندي في السلسول ديال الظهر الوغ ولو عندي مشاكل بزاف بسبب السمنه اللي ما كانش عندي من قبل والحمد لله على كل حال. واي وحده باغا تغلط نقول لك اختي سمحي لي وعاودي النظر عاودي النظر جلسي وراجعي نفسك وعاودي النظر في الفكره ديالك حيت يقدر يجي واحد النهار وتندمي ندم شديد والندم لا ينفع نهائيا. مع عمر الندم كينفعنا نهائيا 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 ما عمرنا ملي ندمو كينفعنا الندم اولا غيرجع بينا اللور اولا غيصحح لينا شي حاجه صافي. الحاجه الا درت الا دارت دارت ولا درتيها درتيها واخا تندم ما غتنفعك الندم ما غينفعك الندم حتى شي حاجه. يعني نحاولوا نفكروا شويه قبل ما نديروا اي خطوه نفكروا فيها ماشي شويه نفكروا بزاف حيت نقدروا ندمو عليها والندم ما غينفعنا حتى شي حاجه. الوقت ما كيرجعش اللور الوقت كيزيد الوقت كيزيد القدام كيزيد السنين الجايه ما عمره ما كيرجع بك اللور باش ترجعي تصلحي واحد الحاجه ولا باش ترجعي تقادي واحد الحاجه نهائيا. الوغ اللي بغات تزيد اختي في الوزن فكري 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 بزاف د المرات بزاف د المرات فكري بزاف ديال الحوايج ما تقدريش ديريهم اللي تكون عندك السمنه المفرطه. فكري في انك انت راه الا بغيتي تزيدي كيلو اولا جوج راه غيجي واحد النهار اللي الهرمونات عندك غادي تخربقوا بسبب هذوك الادويه وداك الشيء بسبب هذوك الادويه ديال انك باغا تزيدي كيلو ولا جوج الهرمونات عندك غيتخربقوا ولا بسبب النفسيه ديالك ولا بسبب شي مشاكل اولا بسبب ضغوطات الحياه الهرمونات عندك غيتخربقوا تولي في عود ما تزيدي كيلو غتزيدو 10 فكري بحال هكا والله العظيم.
المهم احبابي هذا ما كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم. تهلاو لي فراسكم ونهاركم مبروك احبابي. كنتمنى انكم تستافدوا من هذا لا فيديو هذه، وتستافدوا من التجربه ديالي مع النحافه المفرطه ومع زياده الوزن في نفس الوقت. شي عند الدونتيست ونقد اموري ان شاء الله. تهلاو لي فراسكم، بيزو كبيره، باي.